السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا جيت هنا أي حاجة بعملها تمام بتبقى مسجلة في الجزء دوت، فبتلاقي مثلا لو أنا جيت هنا عملت كلاود أو عملت مقاس لأي حاجة بيبدأ يظهر عندي هنا تمام. أي واحدة من دول أقدر أعمل عليها سيلكت تمام، أو أول ما بعمل سيلكت هو بيتنقل ليها وبيجيب لي الخصائص بتاعة العنصر دوت تمام. ده يعتبر زي سجل بكل الحاجات اللي أنت عملتها. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل كوبي منها، يبقى في منها نسختين، في عايز اغير اللير بتاعتها، اللير هنا 25%، فاقول له لا خليها لي مثلا 50%. طيب ممكن اجي هنا اقول له اقفل لي الحاجه دي بحيث ما حدش يقدر يعدل فيها، او اعمل لي ليجند، او انا عايز اكتب ريبلاي عايز ارد على الكلام دوت، او ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اكسبت او ريجكت او كومبليت او نان او كانسل تمام. كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها. فزي ما انت شايف البرنامج بيديك امكانيه حلوه جدا ان انت تتحكم في اللوحه اللي هو بلو بيم، تتحكم في اللوحه وتحط كل المعلومات اللي انت عايزها وتعمل مراجعه كويسه جدا ل 2D وكمان ل 3D لو في 3D، وتقدر تكتب هنا جافا سكريبت لو حابب.